والبنات كده، بس ما وده قالوش، هيخليهم هزعلوا ما قالوش زعلوا. بس ما انت عملت حاجه غريبه بقى، انت خبيت خطيبتك رغم انها صحفيه زميلتنا. لا ما خبيتهاش والله يعني خالص. اولا عملت خطوبه في سريه، حطها بسريه تامه. لا هي مش خطوبه، هي قرايه فتحه ودبل. لان ما الخطوبه خطوبه انا ما امال عزمتش، اسمها ايه دي يا كوكي؟ بس ما هي كده دي اصل خطوبه. كان في البيت عندهم، معلش كان في خطوبه البيت يعني، عند مش انت العروسه. لابس دبله؟ مش دي دبله خطوبه؟ خطوبه، كويس. انا بقولكش قرايه فتحه، لا خطوبه، انا اقصد مش خطوبه، حفله وعامل خطوبه كبيره، فما عشان الناس ما تزعلش ان انا ما عزمتهمش. لا مش انت عزم، فاهم لا مش قصدي؟ بنتكلم على العزومه، احنا لا بنتكلم على انه خطوبه. انت قاعد انت وخطيبتك وتصورته، والصور تنزل في المجلات، قلت ولا صوره تنزل في اي حته يا كريم، عشان خاطرنا يا كريم قلت ابدا، مع ان زميلتك ممكن نجيب صورها لانها صحفيه ما انا زميله عارف. خطيبتك بس قصدي. مش بتعملوا كده. لا ما بنعملش لا كده، مش احنا انا بعمل شخصيا كده، احترمت انا عارف، اللي انا انت. عارف. لا مش بخبيها ولا حاجه، بس يمكن. لا انت مخبيها. لا ليه مخبيها ليه؟ لا خالص. طب قول لي بقى ايه الحكايه؟ طب ليه رفضت تنشر صور خطوبتك او القعده اللي عملتوها دي؟ عشان مأجل المرحله دي، لان ان شاء الله هيبقى الجواز قريب، فما تبقاش الاخبار نازله الصور كتير يعني. انت بتتضايق لما يبقى في اخبار شخصيه عن الفنان في الجرايد؟ لو يعني ما تحبش ان ده يبقى موجود؟ في طبعا، اصل الفنان في الاخر بني ادم ومسلط يعني، عليه الضوء ومسلط عليه الضوء، طبعا. لكن ما ينفعش يبقى الضوء مسلط على ادق التفاصيل في حياتي. بمعنى ان انت من حقك تتعرض لاعمالي، تنقدها، تمدح، تشتم، انا مش ضد اي نقد في العالم، قول اللي نفسك تقوله. ما تتعرضش لحاجات تمس يعني حياة، كرامة شخصية، أسرة، إلا على الأقل إنك تكون متأكد 1000000% من هذا الخبر. الصورة تطلع حلو، ده وحيد حامد وشريف عرفة وانت ومنى وسناء جميل واحمد زكي وليلى علوي، وما جابش ايراد، مع ان في افلام تانية. وانا يعني ممكن اقول لك مثلا بفيلم 55 اسعاف مثلا، في اول اسبوع جاب 2 مليون جنيه، يعني ما جابهمش اضحك الصورة تطلع حلو. لا 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 في طول مدة عرضه صح، ده في اسبوع واحد. ده راجع لإيه؟ لا مش راجع ليه، معروف الحكايه. بس انت ده يعمل لك ايه؟ انت ككريم عبد العزيز، انت طبعا نفسك تعمل ايرادات عاليه جدا، فده يعمل لك ايه؟ يعني تحس بايه انت؟ سؤال حلو قوي طبعا. احنا عايزين اجابه احلى من السؤال، مش مهم ما انا السؤال يبقى بفكر حلو. لك في الإجابة، على مهلك، استنى عليا. احنا ما وريناش حاجه خالص. يعمل لي مش ذم في 55 اسعاف خالص، لا انسى تماما. الاسماء بدون اوكي، ذكر اسماء، بالظبط. فيلم تاني يعمل مضمونه لي ضعيف نوع من وما الزعل، فيهوش. ازعل حتى لو انا مش في الفيلم. مش مساله انك تزعل، انا مش بس عايزك تزعل، ما انت عايزني، تفكر عايز ازاي. نلطم. لا مش تلطم ولا حاجه، طب انت قول. تفكر ازاي يعني تبقى بقى انت ايه؟ يعني مثلا يحيى الفخراني لما عمل فيلم الاوباش، وبعدين بعديه على طول عمل عوده مواطن. الاوباش قعد 18 اسبوع في السينما، وده كانت الحسبه كده زمان مش الايرادات. اسبوع، كام اسابيع. اسبوع؟ عوده مواطن ما جابش حاجه وما قعدش حاجه خالص، لكن يحيى خد قرار انه يمضي في سينما عوده مواطن. دي سينما ودي سينما، يعني الاوباش نوع من السينما اللي هي السينما التجاريه. انا اعمل الاثنين لو قدرت، ان اعمل الاثنين اكون ايه المانع ان انا اعمل؟ اصل مش بص يعني انا مش ضد ان لا انا انا اعمل. رايي انك انت لازم تفكر هقول قبل لك ما ليه. تجاوب لا هقول لك، او لا لا تستعين لا بصديق او اي حاجه، لا لا لانه ما بينفعش حد يعمل طب الاثنين. انا هكسب ايه لو استعنت بصديق؟ هتدونا تكسب الاجابه الصح. لا هقول لك على حاجه. مش معنى السينما التجارية ان انا انه يكون فيلم هزيل. لا لا خالص، يعني انا ممكن اعمل فيلم فنيا عالي جدا وجماهيريا عالي جدا. ما هي دي المعادلة الصعبة، دي المعادلة الصعبة، دي اللي صعب ان حد يحققها. دي المشكلة الأساسية في السينما. يعني انت دلوقتي ان حطيتني انت في اختيار خلاص اللي هو تجاري او فني. مش انا اللي حطيتك يا كريم، ده وضع السوق. انا هختار ايه؟ فني. سمار، زوزة، بهيرة، وليها طلة خاصة كده دايما تطلع بيها علينا في شهر رمضان ونسعد بيها. السنة دي اختفت، وأنا عارف السبب الحقيقة، وهي مخبياه على الكرسي اللي قدامي ده. وفاء صادق، أنت اختفيتي. يمكن الناس بتسأل عليك لأنك أنت دايما يعني في الزنية واحد واتنين وجسر الخطر وجلباب أبي ومتألقة طول الوقت معانا في رمضان. قولي انت بقى سبب الاختفاء. انا مش هقوله لو انه هو يعني معروف، مش عارف هو باين في الكاميرا ولا لا. مش باين. انا مخبياه. لا قولي بقى. لا ما اختفتش قوي يعني، هو بس كل الحكايه هو رمضان السنه دي علشان انا حامل، وزي ما انت شايف كلبست وفي حاجات، فما ينفعش. ده ولد ولا بنت؟
طب ما تخليه شويه لغايه ما يجي بالسلامه يعني ان شاء الله. طيب لما يوصل بالسلامه نعرف. لما يجي ان شاء الله. وفاء، انت متهمه بانك كسلانه شويه وما عندكيش اعمال كتير باستثناء ان انت الفتره دي عشان الحمل، بس بيقال دايما ان وفاء صادق يعني بتشتغل قليل وبتختار بتعمل مشاكل في الشغل لما بتبقاش موجوده طول الوقت. ده اللي بيتقال في بعض الجرايد. ده اللي بيتقال في بعض الجرايد. طيب انا هقول لك على حاجه. اولا انا مش مقله في شغلي خالص، بالعكس. انا تقريبا كل سنه بعمل ما بين 3 مسلسلات، يعني هنقول سنويا بعمل مسلسلين او 3، وممكن يبقى في يعني بعمل سهرات دراما الحاجات دي. بس انا مش ذنبي ان انا مثلا ممكن يبقى عندي 6 مسلسلات ما تعرضوش لحد دلوقتي. يعني انت عندك اعمال موجوده في العلب؟ موجوده في العلب بقالها 3 سنين واربع سنين. ودي من انتاج المصري يعني ولا من انتاج عربي؟ قطاع الانتاج وصوت القاهره. وفي مسلسلات بتتركن؟ في مسلسلات بتتركن، واللي انا بستغرب له ان ما بيتعرضش حاجه طازه زي ما بيقولوا الا مسلسلات رمضان. يعني انا في بين مع مسلسلات رمضان دي عامله مسلسلات كتيره قوي. طب خلينا نتكلم بصراحه، يمكن تكون مسلسلات يعني نص نص. والله ما هو يعني حافرض معاك انها نص نص. هو في يعني نص نص كتير بيتعرض. ده نص نص اكتر من الكويس. وبعدين ده مش بيتعرض مره، ده بيتعرض عليك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. طب احنا ليه بنعيد القديم واحنا عندنا جديد ما تعرضش؟ دي طب انت معاكي ابطال في المسلسل وفي مخرج وفي مؤلف، ليه ما بيسعوش لعرض المسلسلات دي؟ لا معرفش، مش هقدر اقول، يعني مش هقدر اعرف السبب. لان في اعمال كتير جدا. انا بقول لك انا شخصيا لو هعدهم لك على الاقل هتذكرهم 5 مسلسلات او 6 مسلسلات ما تعرضوش. انت كان ليكي تجربه في السينما القبطان، وبعدين انت، انا مش بجاملك طبعا، انت ليكي طله كده والناس اللي هي بتحبك بشكل خاص. يعني ايه اللي حصل؟ يعني عملت تجربه وبعدين مفيش حاجه خالص. اتهموني اتهامات فظيعه جدا في الفيلم ده. اتهموك بايه يا سامح؟ لا والله اتهموني اتهامات غريبه جدا. في اولا الفيلم اتصور في 2.5 سنين. ايوه. توقف ورجع وتوقف ورجع. وكان في مشاكل بين بطل الفيلم. كنتوا بتعملوا ذهبه مع الريح. كنا بنعمل حاجه عظيمه جدا. حطوا مشهد في الفيلم. هو المخرج كان هو المؤلف وهو المخرج. ايوه. في مشهد في الفيلم اتحط، طلب مني ان انا اصوره فجاه في شهر يناير الساعه 5 الفجر في البحر عريانه. حط نفسك مكان. لا مشهد لطيف خالص جدا. حلو جدا. ما فيهوش اي مشاكل. ايه طب ايه يعني هو يعني بطانيه إيه؟ وانزلي على الميه واول ما يصوروا بطانيه وانزلي على الميه. ايه بقول لك في يناير. مش موج، ده ازاز. ومايوه يعني المفروض تلبسي. المفروض ان انا البس مايوه، بس هي المفروض انها بتستحمى في البحر البطله، وان البطل بيعدي فبيلاقي هدومها على الشط فبيقول ان هي، يعني بيعرف ان دي الشخصيه كان اسمها وجيده، دي وجيده اللي في البحر. يعني هو المشهد